السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ التحفة الفنية دي، زي ما احنا شايفين هننفذ ديكور رمضاني كده، حاجة جميلة جدا من حاجات بنرميها، حاجات مخلفات في المنزل، هننفذ منها اجمل ديكور. شايفين شكله في اضاءة اخف، حاجة كده تحفة، سهل جدا وبسيط، ومن حاجات زي ما قلنا حاجات بنرميها، مش هتصدقوا من ايه. تابعوا معايا الفيديو، ولو اول مره تشوفيني انزلي اعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدا على بركه الله. شايفين شكل بنات؟ حاجه تحفه تحفه يعني. يلا نبدا. ايه الادوات اللي هنستخدمها للديكور بتاعنا النهارده؟ عندنا خيط الخيش، وهنجيب الغراء الابيض، غراء ابيض شفاف اهو، وبالونة. النهاردة هنلعب. حاجة هعملها، هخفف الغرة ده شوية، يعني هحط كده جزء من الغرة بالشكل ده، وهبدأ هخففه بحتة مية بالشكل ده. وفي طرق تاني، يا اما هجيب الخيط بتاعك كده اهو وتنزليه في الغرة بالشكل ده، يا اما هجيبي الغرة نفسه اهو كده اهو، وهندهن بيه البالونة بالشكل ده، ونبدأ نلف حواليه الخيط. فانا اول حاجة بس هعمل معاكم الخيط اللي انا عملته كده اهو، وهبدأ ايه، هنلف لفات عشوائية بالشكل ده. او انك تكملي، انا هكمل الغير اللي معايا كده كله على البالونة، وهبدأ ايه، الف الخيط على البالونة. تمام، ممكن بفرشة كده او بايديكي، تلبسي جوانتي كده اهو، وتبدأي توزعي الغرة على البالونة وتلف عليه الخيط. هبدأ هقلع كده الجوانتي، وهنا زي ما احنا شايفين انا غطيت البالونة كلها بالخيط. وطبعا كنت كل مره بديها كده اهو من الغره لغايه ما بغطيها كلها اهو بالشكل ده، وهسيبها تنشف براحتها. وهنا لغايه ما البالونه تنشف معايا، هبدا اجيب ازازه كلور، طبعا مفيش بيت مفهوش ازاز الكلور، وهبدا هقطع الجزء ده، الجزء اللي من فوق كده ده، هقطعه بالشكل ده. شايفين قطعت الجزء اللي من فوق، وهنسيب الغطا زي ما هو. وهبدأ هنا هجيب الشمع بتاعي وهثبت عليه كله كده اهو بخيط الخيش اهو، اجيب البداية بتاعته كده وهبدأ اثبت كده اهو بالشمع. وهلف الازازة بتاعتي كلها بالخيش.
شايفين يا بنات كده انا ايه غطيت الازازة كلها بخيط الخيش بتاعي، وهنا هجيب غطاء الايس كريم ده او اي غطاء مدور او كرتونة مدورة، وهقص ايه انا هنا عندي قطعة الفل دي ممكن برضو كرتونة، المهم هقص دايرتين فوق بعض يكون مثلا بارتفاع سنتي ونص كده بالشكل ده تمام، وهثبتهم الاثنين فوق بعض كده اهو تمام. وبعدها هنا هجيب قطعة خيش من قماش الخيش وهبدأ هثبتها على الدايرة بتاعتي سواء كانت الغطاء او كرتونة. بعدها ببدأ اقص القماش الزيادة كده اهو، تمام، وهبدأ هقص قطعة تاني وهلفها كده حوالين الدوران ده كله. تمام يا بنات، وهنا الزيادة دي هقصها كده وهثبتها في القاعدة كده من تحت يعني كده، وهبدأ القماش الزيادة ده كله كده هثبته كده. ومن فوق نفس الطريقة. تمام كده يا بنات. هنا هبدأ هثبت الازازة كده اهو على القطعة اللي احنا عملناها بالشكل ده. احنا ماشيين خطوات مع بعض واحدة واحدة، كل الخطوات ماشيينها مع بعض. تمام هبدأ هثبتها كده اهو، احاول انا ايه اخليها كده في الوسط بالظبط اهو، خليها تنشف كويس. وهنا بعد ما نشفت شوية هبدأ أثبت عليها شريط استرس بالشكل ده كتزيين لو متوفر عندك، زي ما قلنا التزيين اللي المتوفر عندك في البيت تشتغلي بيه، احنا شغلنا كله مش عايزين نشتري حاجة من برا، او لو هنشتري نشتري حاجة بتكلفة بسيطة جدا يعني مش هتكلفنا حاجة، وفي نفس الوقت بننفذ ديكور جميل للبيت. هكمل كده اهو بنفس الطريقة دي. شايفين يا بنات انا هنا عملت استراس على الحرف هنا اهو وفي الجزء ده، وكمان عملت الغطا اهو، انا قلت لكم الغطا هسيبه، وهنا عملت فتحة في الغطا من فوق وكمان غطيتها بالاسترس، وهنعرف كمان شوية الفتحة دي ليه. وهبدأ ايه اقفل الازازة تاني. هنا لو حابة ازود تزيين ممكن بالنص لولي ده، وهكمل تزيين الجزء ده كده. هكمل الدوران ده كله كده بالنص لوني تمام. هنا خلاص هسيب الجزء ده. هنا هبدأ هجيب اي سلك عندي ينفع ان انا اشكله، يعني السلك الالومنيا ده او سلك النحاس بتاع الكهرباء او السلك بتاع المنشار بتاع الغسيل، اي سلك ممكن يتشكل معايا بالشكل ده تمام. هجيب قطعة كده هو بحوالي طول 50 سنتي، وهبدأ في البداية بس بتاعتها كده اهو هثبت بالشمع ومعايا
بنفس الخيط اللي انا شغالة بيه خيط الخيش، هثبت كده البداية بالشمع اهو، تمام، وهبدأ ايه بعدها هلف كده اهو الخيط وانا ماشية، وهغطي بيه السلك كله كده اهو اهو من غير شمع، انا بس البداية والنهاية بس هي اللي هثبتها بالشمع بس، وبعدها هفضل ايه الف كده اهو الخيط بتاعي على السلك لغاية ايه ما اغطي السلك كله. وهنا يا بنات اهو السلك كده انا غطيته كله بخيط الخيش، هبدأ اثبته فين، هفك الغطا كده اهو وهدخل السلك بالطريقة دي كده هنا، تمام، والبنسة هتني كده اهو اهو، وهرجع ايه ادخلها تاني كده، تمام، وهقفل الغطاء. وهظبط كده اهو، وهنا هحاول اعمل ايه هتني كده السلك كده اهو، هعمل زي مشبك او شنكل كده اهو بالشكل ده، تمام كده. هنا الجزء ده هثبته كده هنا من فوق بالشمع علشان خاطر ايه ما ينزلش معايا لجوه تاني، كده يبقى انا ايه ثبته من تحت ومن فوق، وهسيبه كده ينشف، وهنيجي مع بعض البالونه بتاعتنا اهو. انا سبتها ليله كامله فنشت، شايفين اهي اتحجرت، فهنا هجيب، مش عارفه هتعمل صوت ولا لا، بسم الله، لا ما عملتش صوت. هبدا ايه اشيل البالونه بتاعتي، هي عملت طبقه كده اهو، شايفين اهي البالونه هتفك معايا، وهبدا اسحبها هنا. انا كنت عقدت خيط كده اهو فيها علشان خاطر اسحب البالونه من الدايره بتاعتي، فكيت معايا خالص، هبدا اسحبها بالشكل ده. وهنا شايفين الغيره عمل طبقه كده خفيفه، هبدا ان انا ايه اشيل الطبقه اللي في الفراغات دي على قد ما اقدر كده اهو، اللي اقدر اشيلها هشيلها، اطلع فيه بالونه كده لسه من جوه، تمام. الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه كده اهو اتشكل معايا شكل البالونه، هبدا هجيب قلم كده وهحدد هنا شكل بيضاوي كده، هحاول ان انا ارسم ايه شكل بيضاوي كده، وهبدأ افرغ الجزء ده، هقصه بمقص او بقطر وهفرغ بمشرط يعني القطر الجزء ده كده، شايفين هحدد اهو كده وهفرغ الجزء ده. شلت الجزء ده، انا ده مش هرميه هخليه، احنا اي حاجة بنعمل لها اعادة تدوير. وده كده كان الشكل معايا. هنا هبدأ الشنكل اللي انا عملته كده هدخل كده، وقبل ما ادخل الناحية التانية الفوانيس دي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات، هدخل كده اهو فانوس صغير كده، تمام، وهبدأ هطلعها الناحية التانية كده اهو، تمام. وهنا هبدا ايه هظبط كده بس كده بحيث ايه تكون ماسكه معايا بالشكل ده، اهو مش عارفه واضحه معاكم، انا هحاول اجيبها لكم كامله،
تمام. وهنا اخر مرحلة، عندي الشمع اللي بالشكل ده اللي بينور، هبدأ ان انا ايه هثبت شمعة هنا بالشكل ده. شايفيني بنات ده شكلها النهائي اهو. عملنا ديكور رمضاني جميل لرمضان وكمان لبعد رمضان، من حاجات بنرميها وحاجات سهلة جدا. شايفين شكله تحفة جدا، حاجة كده بنشتريها من بره غالية، نقدر ان احنا ننفذها في البيت بكل سهولة. لو عجبتكم فكرة النهاردة وعجبكم فيديو النهاردة ما تنسونيش بلايك وعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.